لننظر إلى التيار الصدري ونقيم يعني أنت تقييمك لمواقف التيار الصدري، ماذا يريدون؟ بعد انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج كانوا من أكثر المرحبين بنتائج الانتخابات وأيضا بنتائج البرلمان ومن أصبح رئيسا للبرلمان. اختلفت الأمور فيما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية والثلث المعطل وإلى آخره، الآن يطالبون بحل البرلمان وانتخابات جديدة. يعني كيف تقيم هذه المواقف المتغيرة؟ التيار الصدري وبالذات سيد مقتصة كان عنده فرصة تاريخية أن يلم الشارع ويلتف حول برنامج محدد واضح، لكن أخذ مواقف مترددة ومتقلبة. أبرز ما بتقديري سوء تقدير هو لما سحب النواب من البرلمان 73 نائب، معناته كان بقدرتك أن من خلالهم أن تقوم وتلعب وتنجح العملية، علما الانتخابات الأخيرة برأي المراقبين هي أكثر نزاهة في تاريخ البرلمانات خلال 19 سنة الماضية. الجانب الآخر أن فشل التيار الصدري وزعاماته بأن يمدوا إيديهم وينفتحوا على القوى الأخرى ويكونوا معهم، بالتالي تحول المعارضة من معارضة صدرية إلى معارضة تيار إصلاحي ضد تيار فاسد. لكن وجدوا أن بالنهاية أن التيار الصدري مهموم أو مجهول في السلطة والوصول للسلطة أكثر من ذلك، لأن عمليا هناك الكثير من عناصر التيار الصدري هم محافظين أو هم بمناصب حساسة بالدولة، وهم الفساد اللي ينتقد عليه يشملهم بتاريخه الموجود. السؤال منينكم فلوس لحتى تصرفوا على الصرف اللي تصرفوه؟ المواطن العادي، وهذا من اتصال يوميا مع الشارع العراقي، يقول يا أخي نحن نؤيد الصدر بمقدار ما يخلصها من المالكي، لكن هذا ليس جواب. الطريقة اللي تعامل بها جعل الصراع كأنه مالكي والصدر، وهذا أخطأ، وبالتالي عزل الشارع عن الاثنين. العصائب وجماعة الإطار يدفع فلوس ويعلنوها بالتواصل 25,000 دينار وزائد الأكل، بس تعال اطلع بالمظاهرة، واللي يجي بالحشد اللي هو راتبه من عندهم، فبالتالي عندك قطيع من الناس يأتي. ما قدروا حقيقة أن يأتوا بالشارع العراقي المستقل اللي يعرض عن الشباب التشينيين أن يلتحقوا بهذا الشيء. إضافة لذلك القوى المدنية وسميها ما شئت كذلك متشرذمة منقسمة، فشلت أن توحد نفسها وتفرز قيادة جديدة تحاور. النواب المستقلين اللي عددهم أكثر من 40 واحد كذلك فشلوا أن يتعاونوا وبرؤية واحدة، وبالتالي حتى جماعة امتداد انقسموا. كل هذا يا سيدي جعل الآن الوضع العراقي مو بس مأساوي، صعب.